الدراهم مستعدين؟ مستعدين. اليوم عندنا تحدي علاش؟ أسئلة دينية. أسئلة دينية، غنسولكم أسئلة عامة على الدين، اللي ربح أيدي ميدر ياسر بلاص، واللي يدا أسئلة بزاف جاوب عليها بزاف زعما كاين، غيضرب دويرة مع من؟ مع ياسين. ياسين شو؟ فاش أخويا؟ ستي ماكس الله يبارك. فاش ما بغاو؟ حتى جيك صغير ندخلوا لهم. أي موطو بغيتو الدراري خسروا اللي بغيتو. صافي اللي ربح اللي ربح ولا عنده الحق في شي الله اخرين تهلاو. بالنسبه للفلوس الدراري عندنا اوتشا جيب الصرف عام اخو 100 واط 100 واط زايه 100 واط. السؤال الاول قوم تموت سميت نبيل تبعت لهم قوم تموت لا حول ولا قوه الا بالله. ما عرفش مزيان تقول ما عرفش الحبيب. صالح تبعت لهم صالح صالح؟ اه اسمه صالح النبي صالح عليه السلام. قولوا عليه السلام. عليه السلام. صوت الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شنو تقراها؟ شافها آية. خمسة أربعة أربعة أربعة. سبعة حبيبي قول لي الجواب صحيح عطيني دريال أول فائزين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إيش من صورة؟ بقرة. غلط. الكرسي. غلط. أي كرسي لكن صوت بقرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذكرت واحد ثلاثة مرة فإيش من صورة؟ اللي ما عارفش يقول ما عارفش. صورة القيامة. لا. ما عارفش ياش. ما عارفش ياش. ما عارفش ياش مرة. صورة القيامة. ما عارفش ياش. صورة الرحمن. نذكروا بالنتيجة الدراري الحبيب ديشي مدريال رأي بازر درام. مروان. الحبيب شي مع البركة ديك الفيديو دي البركة واليوم غادي يديني كاع الفلوس. إن شاء الله. قلت يا خو رجعوا الزمن ديال قريش. الزمن ديال قريش. الرسول جف الزمن ديال قريش ياك شنو المهنه ديالو قبل ما تبعت؟ راعي البقر راعي الغنم راعي الغنم مروان ولا الاول طيب مدريد انا مروان مور راعي الغنم اش دار؟ التجاره انا مروان اخويا كاين سميت بنتو؟ ما يسمي واحد من البنات خديجه لا ما خديجه مرشو كاين مريم لا لا مريم ام عيسى عليه السلام بنت واحد السميه ديال واحد البنت مشهوره زينب كاينه زينب عطاها خويا اوتا 100 دريال رقابه 100 مروان 10 دراهم الحبيب 100 دريال يعني مروان في المقدمه مروان اول نبي تبعت شكون هو؟ محمد لا موسى عيسى ادم عليه السلام عطاها خويا اول رسول تبعت شكون هو؟ محمد لا موسى غلط عيسى غلط ابراهيم ما عرفتوش نوح الله يخليك الله ما عرفتني جابت شي معلومه تصلي شحديتي؟ 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم تعادل رجع لي اخوه رجع لي اخوه دابا طاح لي سخون خليل الله خليل الله واحد النبي ورسول سميتو خليل الله شكون هو؟ كان كيقول لي خمس في القران نذكر انه خليل الله محمد عيسى ابراهيم طيب واخا قال زهراويه لا عرفتك عرفتك يسمح لكم شد الدراري ما كيسمح لكم لا بالعكس صح دابا شنو هو اش كيبقاو يديروا كيقبروا اش كيبقاو واحد جوج مره شي واحد لقى الجواب غلط والله فهمتي وسؤال الله انا قلت نيشان اللي قال شي اسميه غلط بقاش يعاود واخا قطعت قلت نيشان خوف انبياء ولا ندوزوا لا دوزوا اللي درتي خلاص اكبر سوره القران البقره كنت قبل من انا نقول شحال من ايه 185 ولكن لا بدا شي صاحبي كما يدير السؤال وكان ندير لكم سؤال فصل بيناتكم اي تكون باش كتبدا كيف صوت البقره؟ ما عرفتش ما عرفتش شنو تذكر باش تسمى صوت البقره؟ سورة البقرة ها؟ سورة البقرة مالا ذكرت واحد الحاجة باش تسمى سورة البقرة شمن شنو تذكر؟ ما نسيتش على ساكت قريشة والله ما عرفتوش ديال الحلم بهاديك سميتها لا قصة البقرة ديال بني إسرائيل يعني بجوجكم ضعتوا فيها بقرة صفراء من أمرهم موسى يجيبوها متفقين؟ متفقين فهمتوا هاد المعلومة؟ خوت رجعنا بعد ما خدينا فاصل مستعدين؟ مستعدين نوح شنو صيب؟ باطو باطو ماشي باطو سفينة ونزيدك واحد القضية وغرق بهم شوية تفرق البحر لعبوا وغرق فرعون
لا لا ماشي في نوح هذه ماشي لا 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 فقرة لا صافي الدم يدير وفاء وقلنا له بغيت انا ماشي يا ربي تسمح لي سميتنا باللي قال طرا في هذا الشيء ديال فرعون عيسى لا غلط سيدي يوسف غلط شكون قالتها محمد غلط موسى عليه السلام موسى يضرب بصيصو الحر فاغرق فرعون صحاش قال شكون الاله فرعون مش عنده موسى شو اخر عيسى هيب غلط جوج نوح موسى غلط هارون هارون عليه السلام اخو لا ود اختي ود اختي لا اسم هارون اه وصلت الله يخلي لكم اقرا الله حافظ واحد كان جمع فلوس بزاف قران مذكور واحد كان جمع فلوس بزاف نبي لا ماشي نبي الله عذبه في قران ارضيه قبل ما يمشي خسف بيه الدار فرعون لا فرعون غرق صافي مشى شاف باش مشى تعرف عاود سؤال شنو واحد خسف بيه الله الارض بداره كان شبعان فلوس الشيطان قران ما تخسيش صافي كيقول عندك مال مال يغني لا ما عرفتوش تنقص شوف فيه لا ما عرفتيش ما عرفتيش وما عرفتش قد الا اخو بلا ما عرفتيش قارون اصاحبي مال قارون تبع مال قارون دراري فيقوا شنو يدخلوا شحال تاخذوا 300 دريه 300 دريه 10 دراهم الحين قوست عليه اخو مابقاش بغي يدخل الفلوس كاع لا البركه ان شاء الله غتجيك أجي البركة واي كلنا نعار أخوي ومكشوف بعض الله شنو يسطر وقلشها ثلاث مرات فقال شي قرآن كامل بقرة لا فاتحة لا مش شو مبجوز حبيب الملك لا سورة الصامت قول والله أحلى قلشها ثلاث مرات فقال شي إخلاص إخلاص قول والله أحلى الله الصامت قلشها ثلاث مرات فقال شي قرآن كامل أكن قرأ ديما ياك يلا كملوا لي يد سبحان الله وبحمده عدد خلقه كملوا لي يد هذيك اذكار الله هذه سبحان الله وبحمده عدد خلقه اللي كملها ياخذ هذه 20 درهم يلا عنده فلاجر ونطول المشاهدين فلاجر بزاف هذه الكلمات ما عرفش سبحان الله وبحمده عدد خلقه زين انت عارفه ومداد كلماتي ما عرفتش كبير انت على شحال انا كبير اخويا عارفه كلمات خفيفه في الميزان لا كلمات خفيفه في اللسان ثقيله في الميزان كملوا فحيشه ليك تقول شي كلمه خايبه سي اتش ذكر صاحبي ذكر لا لا شوف ذكر ذكر قاعد اضحك هاني انا كنت اعلمهم الاخوات كلمات خفيفه في اللسان ثقيله في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم على اولاد داري صراحه اسئله صعاب بالنسبه للاج ديالكم ولكن مزيان تعرفوا الاذكار ملي تبغي تدخل طواطا اش خصك تقول اعوذ بالله من الخبث والخبث السلام عليكم لا اعوذ بالله من الخبث والخبث شكرا قرقيبه اخويا علمني وتخالش يدي كاس الاشر وقول قال لي قرقيبه وتخالك في هذاك السلام عليكم لما كتقولها اي واحد اي واحد ولا ما جاوبكش بها اش كيضرب بحال سلمتي على سلمتي على الملائكه اه زيد ياكو وعلى وما كردوا لك السلام وما كردوا لك السلام والله دابا نتوما مزيانين ما ديما يتسالكم هادي عرفتوها ملي كتمشي للروضه اش كتقول؟ من تيكون غادي ملي تمشي للروضه ملي كتمشي للروضه كتدخل كون ما تدخلش تقول لهم بسم الله لا يلا اللي جاوب عنده 10 دراهم لا اله الا الله السلام عليكم وعلى عباد الله السلام عليكم خاتم السابقون ورحمة الله يحفظهم اسئله دينيه صراحه قاسها شويه ولكن مزيان باش الفائده تنتشر سؤال على 20 درهم هذا شنو بغيتو الله ذكر ثلاث الوان في سورة البقرة ثلاث الوان ذكرهم الله في سورة البقرة شنو الالوان البني لا قلت لكم واحد قبيله اصفر 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 زيد احمر لا الاصفر وكحل زيد وابيض وانا قلت بيض آه. انا قلت هذا 20 درهم 20 درهم 20 شباب هو هو اه يا خويا واش رشد الالوان اخويا الحبيب خويا عقلت على الصفر وش وحدين قدر شيو عارفهم ديال البقره
هادشي دابا كيف فاتكم هاد الدرجه من اللور. سؤال اخر على 20 درهم عطوني المنافسه، بغيت الحراره الدراري يلاه بينوا لي. مستعدين؟ مستعدين. واش مستعدين؟ مستعدين. سؤال كيقول تموت اش دايرو؟ تموت؟ كيفاش عصى الله؟ ما امنوش بالله. لا كاع ما امنوش بالله. زين شنو دايرو؟ تموت تبعث لهم صالح، صالح شني النبوءة ديالو؟ دارو واحد الحاجة فهمتي في النبوءة ديالو؟ دارو الرسول؟ لا تنتنى قلت لي انا قوي لبني اسرائيل. ذبحوا الجمل. ذبحوا الجمل. الناقة، الناقة اللي كان نزل الله ذبحوها. شحال من النهار باش نزل عليهم العذاب موراها ما ذبحوها؟ قر قر سيمانة؟ لا يوم. شحال؟ ثلاث ايام. غلط الدراري، غلط الدراري، فيقوا. صعيب؟ او ما حافظينش قصة الأنبياء؟ لا. ولد النبي إبراهيم جوج. عيسى؟ لا صافي غلط خصيتي انت. اللي تلاح كبير. لا ابراهيم عليه السلام عنده جوج، واحد جينا منه احنا العرب، واحد مشى منه اليهود. محمد موسى. خصيتي انت، خصيتي انت مشيتي. هاتي تخدم الاخر ادم. يمكن كن نعود شي. لا مشيتي مشيتي. نيري جوج ياسر. شكون؟ ياسر. لا نوح وقعي. لا اكبر من ابراهيم عليه السلام. خرج منه النشط الرجيم، خرج اسماعيل واسحاق. عقلوا عليهم. اسماعيل هو اللي جاب اللغه العربيه، واسحاق هو اللي خرج من بني اسرائيل. نوح شحال عاش معاه؟ نوح 60 سنه. غلط مشيتي غرقيبه. من فوق 100 عام. زيد عطوني 120. 120. غلط. قرنين. 950 عام عاش نوح عليه السلام. قريب القرن. قريب القرن. حتى القرن فيه قرنين فيهم 2000. قرن شحال فيه من عام؟ 100 عام. 100 عام. ولي 1000 عام. حنا شنو القرن كنعيشوا فيه؟ قرن 19، تينا قرن 21. قرن 21، طيب خويا. سيدي لا. قرن 20، قرن 20 مناش كيبدا؟ قرن 20؟ واخا ربنا على الأسئلة ديالي. من 100 عام. من 100 عام. من 100 عام. لا قرن التاريخ مناش كيبدا؟ التاريخ؟ القرن 20. واحد. ما عرفتوش؟ لا لا اسمع لا 900 غانت اسمعني 921. غلط. علاش؟ القرن 20 مناش كيبدا؟ 1129. 1121. 1121. غلط الدراري. القرن 19 كيبدا من 1900 حتى 1999. القرن 18 كيبدا من القرن 19 كيبدا من 1800 حتى 1899. صافي الدراري فاهمين؟ واش خديتو المعلومة؟ خديناها. تثقفتو شوية في الدين؟ ولا نزيدكم في الدين؟ زيدنا. نزيدكم سؤال اخير وغنسالوا هذا الفيديو. شحال ديتي اخويا باش نعرف واش اللي 25 درهم. 25؟ 20. 20. 30. ولكن شكون جاوب بزاف؟ 25؟ 20. 20. قرقعبي دا بزاف، شتي اللي رابح قرقعبي حاليا في دوار الموطور. ولكن شتي اللي غيربح دابا في السؤال الاخر على 10 درهم. الرسول عنده بنت سميتها فاطمة الزهراء. فاطمة. جوجها بحال الصحابي سميتو. هو تيجي الخلفاء الراشدين. أبو بكر لا. لا أبو بكر الصديق هو الأول. الصديق؟ لا. تندن زعما نقول. عمر. عمر بن الخطاب ماشي هو، والثاني الثالث فيهم. مش صحابي ما عرفتوش. لا. علي بن أبي طالب. والثالث. واحد الصحابي هو رابع خلفاء الراشدين، وكانت ملائكة تستحي منه، شكون هو؟ هو رابع خلفاء الراشدين. علي. أبو بكر، عمر، علي. هذاك سنة داهم. عيسى. لا، علي بن. اللي قلت يا خويا. علي بن. لا، ما عرفتوش. علاش ما بن عفان؟ علاش ما بن عفان؟ أول واحد دخل الإسلام في المغرب. محمد لا يوب التان ادريس الاول. مولاي ادريس الاول عطيا اخويا. ترى 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 ايفا تابعتي اليوم شفت الاجتماعيات. الاجتماعيات تبعتكم والتاريخ. كلمة أخيرة للجمهور الدراري. انتوا شكرا لايك وبارطاجي والسلام عليكم الدويرة.
أتكون مستمتع. مستمتع أخويا، أشمو طبغيش؟ هو بغينا الطيماكس. أحسن الطيماكس أخويا سدي دابا دابا قدام بيبليك. ضربي أحسن نظيرة. رائع ما كيستمتع. حيبي أخويا الشكارة. رائع بصحتك أخويا. أعطيك الصحة. الطيماكس دارت أخويا. طلع طلع كلشي طلع رائع. بسم الله. وخا قلنا لكم تالله ولكن رائع غادي. أنا رائع. أصغر مجرمين.